نشرة الأخبار من قناة 218 نستهلها بأبرز العناوين. الرئاسي يعزل الثلث من منصبه. السيادة الوطنية ترحب بإعلان تونس. الشفافية الدولية، فساد الحكومات يطيل عمر داعش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بإيقاف الناطق باسم رئاسي الوفاق أشرف الثلثي عن العمل. قرار رئاسي جاء بعد ساعات قليلة من ظهور الثلثي في إحدى الفضائيات مهددا أحد ضيوف حلقة حوارية بالاعتقال وزجه في السجون الليبية، علما أن رئاسي الوفاق قضى بتنفيذ فوري لقرار توقيف الثلثي. لا يعيب الليبيين أن يكونوا ضحايا حروب الآخرين في أرضهم وعلى ثرواتهم، فهذا قدر كل شعب انقسم على ذاته واستقوى بطرف خارجي، لكن ما يستدعي تشبيهه بالمهزلة أو وضعه موضع الكوميديا السوداء متابعة بعض الحوارات، وآخرها ذاك الذي بث على قناة فرنسا 24 واستضاف في الاستديو الناشط عبد الحكيم فنوش، ومن تونس الناطق باسم المجلس الرئاسي أشرف الثلثي الذي توعد الأول باعتقاله في باريس. السيد عبد الحكيم قال ليس لدينا شرعية. ما رأيك يا سيد عبد الحكيم نصدر فيك مذكرة اعتقال من فرنسا وسنثبت لك بأن لدينا شرعية أم ليس لدينا شرعية؟ نسي الثلثي أن الرئاسي لم يستطع الذهاب إلى مجلس النواب ليتحصل على شرعية ضرورية، وهي شرعية الشعب الذي خرج في 17 من فبراير منذ 6 أعوام ليسقط طاغية حكم البلاد بالحديد والنار. ألم يطلب منكم في البداية الحضور أمام مجلس النواب على الأقل الحصول على تزكية والاستمرار في ممارسة الحكم؟ هذا لم يحصل أبدا. ما نسيه الثلثي أيضا أن فرنسا لا تأتمر من هذا أو ذاك، وأنها دولة كان الليبيون يحلمون بالشروع في بناء ما يشبهها بعدما أجبروا على العيش في جماهيرية القرارات للقوانين التي صارت بحاجة إلى سوفوكليس ليكتب تراجيديا بدأت ولا أفقا مرئيا للخروج منها، طالما أن لغة التهديد والوعيد وخطب الاحتقار هي ذاتها إنما تبدل الناطقون بها. ما ينتهي جواز سفرك سنطلب من السفير تجديده. هذا المشهد ليس فريدا ولا عابرا، إنما هو جزء من سيرة كوميديا سوداء تتكرر يوميا بينما الليبيون يعيشون قهر الطوابير التي تتوثب لليوم المقبل وعن القمع الآتي تنبئك. باسم الديمقراطية في ليبيا لا يوجد مبرر أصلا. بالله شفت أنا بنورينا عنا شرعية. كان هذا الحوار نوعا من التأكيد بأن سياسيي هذه الحقبة هم النكبة الأولى وربما لن تكون الأخيرة على ليبيا، ومن كان حالهم هكذا لا يرجى منهم خيرا أو حوارا لتستمر حكاية ليبيا. الاستقواء أمر ممل ويبعث على السأم، فهذا الحوار وما يشبهه عبر قنوات تلفزيونية كثيرة قد يكون أصدق أنباء من حوارات سياسية ننتظر بياناتها الختامية لنكتشف أن هناك أناسا يؤدون في الحياة دور أعداء الابتسام كما يسميهم الروائي ميلان كونديرا، وهم من نصبوا أنفسهم كملهمين لآمال عريضات انبعثت قبل 6 سنوات وراح ضحيتها كثر من بلادنا. قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن موسكو على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا خاصة مع المشير خليفة حفتر للوقوف على تطورات الأوضاع، مشددا على دعم بلاده القوي لقدوم سلطة قادرة على إخراج ليبيا من الوضع الحالي المتأزم.
وأضاف بيسكوف خلال تصريحات لفضائية DMC أن ليبيا تحولت إلى دولة فاشلة إثر تعرضها لتجارب دول أخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على مصر التي يتم تبادل الآراء بشكل مستمر مع قياداتها السياسية بشأن الأوضاع في ليبيا التي تبعث القلق على استقرار المنطقة. لا زالت التحركات الدولية حول الملف الليبي مستمرة، حيث يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. هذه الجلسة سيتم فيها بحث آخر تطورات الملف الليبي والتأكيد على دعم المؤسسات الليبية الرسمية وأبرزها مجلس النواب والجيش الوطني، إضافة إلى الحل السياسي وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو أن تقسيم ليبيا يشكل خطرا محتملا على بلاده من الناحية الأمنية، واعدا ببذل إيطاليا قصارى جهدها لتجنب ذلك. ألفانو دافع عن موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق، موضحا أنها حكومة اكتسبت شرعيتها من قبل الأمم المتحدة وهو ليس انحيازا لمنطقة ضد أخرى، مشيرا إلى أن بلاده أول من فكر بأن يكون للمشير خليفة حفتر حضور سياسي هام في ليبيا في سياق شرعي من قبل الأمم المتحدة وتحت مظلتها. وفي سياق آخر، رحبت كتلة السيادة الوطنية في المجلس النواب بإعلان تونس الهادف لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الراهنة. الكتلة في بيان تلاه النائب إبراهيم زغيط طالبت تونس ومصر والجزائر بسرعة الإعلان عن التفاصيل الدقيقة للمبادرة كي يتسنى لمجلس النواب النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. اطلعت كتلة السيادة الوطنية على الإعلان الوزاري لدعم التسوية في ليبيا الصادر في 20 فبراير الجاي عن اجتماعات تونس التي ضمت وزراء خارجية مصر تونس والوزير الجزائري لشؤون المغرب العربي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، والذي تم الإعلان فيه عن 6 مرتكزات لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا. إن كتلة السيادة الوطنية إذ ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية الليبية في إطار التوافق الحقيقي بين الفرقاء، وإذ تشيد بالدور الفاعل لدول الجوار عموما والجوار العربي بشكل خاص، وإذ تثني على وتثمن عاليا الجهود المبذولة من تلك الدول الشقيقة وتبارك الركائز المعلنة في الإعلان الوزاري كقاعدة وأساس للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق للاتفاق السياسي بعد فتحه وإجراء التعديلات اللازمة عليه. فإن كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي تطالب القائمين على هذه المبادرة بالحرص على استخدام لغة أكثر وضوحا في بيان الخطوط العريضة فضلا عن التفاصيل الدقيقة كي يتسنى لمجلس النواب النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. اعتبرت الأمم المتحدة أن محاكمة سيف القذافي لا تفي بالمعايير الدولية، وإنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما أوردت وكالة رويترز. وفي تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم، أشار إلى أن محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام يعد انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين، ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم. التقرير أضاف إلى أن الإجراءات لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة، وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي. أصيب الداعية السلفي أسامة العتيبي بنيران سلفية صديقة ينتظر أن تحاصره أكثر فأكثر داخل ليبيا بعد موجة فتاوى ودروس دينية قيل سلفيا أنها تتسبب بالفتن والمواجهات الأهلية في ليبيا.
إذ افتتح طارق درمان أحد مشايخ التيار السلفي هجوما حادا ضد الداعية العتيبي طالبا منه العودة فورا إلى بلاده، معتبرا أن بضاعة العتيبي ليس لها مكان داخل ليبيا. وبحسب الشيخ درمان في تسجيل صوتي نشرته بوابة الوسط، فإن الداعية العتيبي طائش يتكلم في مسائل لا يحسنها، معتبرا أن ليبيا ليست بحاجة لأسامة وأمثاله، مطالبا برجوعه إلى بلده فورا، وموجها النصيحة إلى أهل ليبيا بعدم الاغترار بهذا الرجل وعدم الركون إلى فتاويه المدمرة. وأخطر ما يلفت إليه الشيخ درمان أن أسامة العتيبي الذي جال في مدن ليبيا يطلق فتاويه ويحرض، كانت له فتاوي سابقة أدت إلى توريط أبناء زنتان في فتنة نتج عنها مقتل خيرة أبنائها عندما أفتى بجواز توجههم إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة والخوارج والبقاء في المطار. فيما يدعو درمان أيضا إلى الانتباه للاندفاعة المريبة للعتيبي، وبحسب مجموعة سلفية ليبية تدعى بطلبة العلم السلفيين في ليبيا، فإن العتيبي مشهور بولوج الفتن والمسارعة إليها لأنه مغرم بها. دعت مجموعة حقوقية دولية الاتحاد الأوروبي ورئاسي الوفاق إلى فتح تحقيق فوري في حادثة اعتداء بالضرب نفذها أحد عناصر خفر السواحل على مجموعة من المهاجرين قبالة سواحل صبراطة. وأظهر مقطع مصور تم تداوله لأحد الجنود وهو ينهال بالضرب المبرح على المهاجرين الذين بدا أنهم من جنسيات إفريقية أثناء تواجدهم على متن زورق بحري تم إيقافه من قبل خفر السواحل. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط على هامش أسبوع البترول الدولي المقام في العاصمة البريطانية لندن اتفاقية تعاون مع شركة روسنفت الروسية المملوكة للدولة، وهو اتفاق ينتظر أن يرسي الأساس لاستثمار روسي في المجال النفطي الليبي. رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قال إن الاتفاق من شأنه أن يدفع روسيا لدور بناء ومهم في ليبيا. تأتي الاتفاقية في إطار خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الصناعات النفطية الليبية، علما أن الاتفاق الليبي الروسي سيبدأ بلجنة مشتركة تقيم الفرص المتاحة بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج، علما أن الأسبوع بترول الدولي هو تجمع يضم أهم شركات بمجال صناعة النفط في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. عزيمة أهالي تورغا تتصدى لألم التهجير والنفي بالدورات وورش العمل المختلفة من أجل ضمان حقوقهم. أمي تعمل في المطبخ، أخي يلعب بالكرة، وساعد أمي في أعمال المطبخ، إذن هنا تكريس. نساء تورغا بعد فقد البيت والذاكرة يحاولن ألا يفقدن دورهن الفعال في المجتمع، حيث تقوم جمعية بنات طارق النسائية بإقامة دورة خاصة لتفعيل دور المرأة التورغية خلال المرحلة الانتقالية. والله بالنسبة للمرأة التورغية طبعا احنا بعد 6 سنوات ليلة من التهجير والعذاب والمرارة نحتاج إلى نحن نخرج من هذا الواقع المؤلم الحزين، وخاصة نحن كل الحكومات يعني تباعدت علينا والمحد ملتفت لينا، فاحنا اضطرينا ان احنا نطلع من هذا النسيج الضيق وهذا النفق المظلم اللي عايشونا فيه بالتحديد، ولازم نطلعوا نشوفوا نور الشمس ونطلع ندافع عن حقوقنا. يعني احنا كنساء تورغا لم تبنقعد في المخيمات. يعني بمخيم الفلاح الأول تكون ورشة العمل بمثابة الدفعة من أجل تفعيل دور المرأة ودعم العودة إلى الديار.
نازحة من حوالي 6 سنين لينا نازحين في مخيم الفلاح، وإحنا طبعا تو عندنا موضوع ورشة العمل، وهذه ورشة العمل تتكلم عن دور المرأة التورغية في العودة. يعني إحنا نناشد جميع المؤسسات المجتمع المدني، جميع النساء الناشطات إن هي تدعمنا في موضوع العودة، لأن الناس تعبت من هذه المخيمات ومن الهجرة التي ليس لنا إلا ظروف مثلا مرت علينا. وإن شاء الله بدأت المرحلة هذه إلا بعد ما ممكن عن دور. نساء تاورغاء لا يردن الاستسلام أمام الألم الذي يحيط بهن، ويعملن جاهدات من أجل الحفاظ على أمل في الأفق. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. أطفال العراق يتحدون واقعهم بالفن والرسم. الرئاسي يعزل الثلثي من منصبه. السيادة الوطنية ترحب بإعلان تونس. الشفافية الدولية، فساد الحكومات يطيل عمر داعش. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. اتهم تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حكومات الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا بتجاهل الفساد، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الإرهاب خصوصا في الشرق الأوسط. ووفقا للتقرير الذي صدر بعنوان المحفز الكبير، فإن داعش استغل فساد الحكومات لنشر التطرف والتجنيد، مقدما نفسه على أنه العلاج، بينما يسعى للتكتم على أنشطته المشبوهة. التقرير أكد أنه لن يمكن أبدا إلحاق الهزيمة بداعش ما لم يتم التعامل مع الظروف الفاسدة التي تساعد التنظيم على النمو والتمدد. في اليوم الثالث من المعارك الجانب الأيمن في مدينة الموصل، وصلت القوات العراقية إلى محيط مطار المدينة في تقدم استراتيجي تسعى من خلاله إلى تحويل المطار إلى قاعدة دعم للهجوم غرب المدينة، حسب ما أوردت رويترز. الجيش العراقي ذكر أن القوات العراقية طردت مقاتلي داعش من قرية جبلية تعرف باسم البوسيف التي تطل على المطار لتصل إلى محيطه، وتحاصر القوات مقاتلي داعش في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 750 ألف مدني. ومع انطلاق هذه المعارك تتخوف المنظمات الإنسانية من حدوث كوارث بين المدنيين، حيث قالت هيئة إنقاذ الطفولة إن الأطفال في غرب الموصل يواجهون خيارا قائما الآن. وأضافت المنظمة أن الأطفال يشكلون نصف مليون شخص محاصرين في المدينة، حسب ما أوردت رويترز. فيما أكدت تقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية أن الأطفال الذين حاصرتهم الحرب يعانون إصابات نفسية وجسدية مرعبة، ويواجهون واقعا مؤلما. إلى سوريا، حيث قتل 11 مدنيا على الأقل من بينهم 3 أطفال في مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب بعد قصف عنيف من قبل الجيش التركي وفقا لنشطاء سوريين. ويأتي القصف التركي في إطار عملية دعم فصائل درع الفرات التي تحاول التقدم من قسم الغربي إلى وسط الباب، بعد أن تمكنت من السيطرة على عدة مواقع غرب المدينة، وتخوض هذه الفصائل معارك عنيفة للسيطرة على المدينة. يكرم مجلس الأمن الدولي اليوم سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي توفي فجأة في نيويورك يوم أمس بعد سنوات من الدفاع في المنظمة الدولية عن سياسة موسكو، خصوصا في سوريا وأوكرانيا.
وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن تركين شعر بتوعك بينما كان يعمل في مقر البعثة الروسية في الأمم المتحدة، ونقل إلى مستشفى في مانهاتن بسبب مشاكل في القلب على ما يبدو. الجدير بالذكر أن تركين تولى منصب سفير روسيا في الأمم المتحدة منذ 2006 بعد أن عمل سفيرا لبلاده لدى كندا وبلجيكا. انفجرت طائرة اليوم على شكل كرة نارية ضخمة بعد أن اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الأسترالية. وقالت الشرطة أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها لاقوا حتفهم. رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا دانيال أندروز قال إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته الولاية منذ 30 عاما، وانحرفت الطائرة وهي من طراز بيتش كرافت مباشرة بعد إقلاعها من مطار أسندون القريب من ملبورن، واصطدمت بمركز تجاري على مقربة من المطار. إلى كندا، وبعد تدفق المزيد من طالبي اللجوء الهاربين من الولايات المتحدة، قامت سلطات البلاد باتخاذ تدابير جديدة تمكنها من استقبال اللاجئين. وحسب رويترز فأن الشرطة الكندية عززت وجودها على حدود كيبك، وإن سلطات الحدود أنشأت مركزا مؤقتا للاجئين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة الذين وصل عددهم الشهر الماضي إلى 452 شخصا. إلى بريطانيا، حيث دافعت الحكومة البريطانية عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمعة ولقائه المرتقب مع الملكة إليزابيث الثانية. حكومة تيريزا ماي دافعت عن قرارها توجيه دعوة للرئيس الأمريكي للقيام بزيارة البلاد وحضور لقاء مع الملكة هذا العام في تحد لاحتجاجات أمام البرلمان ومعارضة من المشرعين. يأتي هذا القرار عقب تجدد الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عطلة يوم الرؤساء في مظاهرات أطلق عليها نشطاء اسم احتجاجات لست رئيسي. ففي نيويورك تجمع مئات المحتجين قرب فندق ترامب انترناشونال، وقال منظمو الاحتجاج إنهم يعارضون برنامج ترامب بما في ذلك تخفيضاته المقترحة في الإنفاق الاتحادي وبناء سور على الحدود مع المكسيك. وفي وسط شيكاغو تجمع نحو 1200 شخص رافعين لافتات كتب على بعضها يسوع كان لاجئا، في إشارة لجهوده لمنع دخول اللاجئين. نبقى في الولايات المتحدة، حيث اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنرال هيربرت ماكماستر مشاهدينا مستشارا جديدا للأمن القومي بدلا عن مايكل فيلن الذي استقال الأسبوع الماضي. ماكماستر كان واحدا من 4 مرشحين للمنصب إلى جانب المستشار كيث كيلوغ الذي عينه ترامب مستشارا بالوكالة سابقا. الصراع والعنف وحالة الهيجان تمثل جزءا من الحياة اليومية لكثير من الأطفال في العراق، لكن ذلك لم يمنعهم من تجسيد واقعهم بالفن والرسم. تتجاوز الحرب في تأثيرها البيوت المهدمة والشوارع التي دمرتها جنازير الدبابات والقذائف، لتصل إلى عمق ثقافة المجتمعات التي تطورت بطريقة ما في الحروب. وفي تلك اللحظة الفارقة يبزغ الفن ليعيد للإنسان ثقته في الحياة، مقارعا ثقافة الموت بصمت بليغ. مهرجان للرسم نظمته كلية الفنون الجميلة في البصرة ومؤسسة الغدير يستهدف تطوير مهارات الأطفال الفنية والتعبيرية وإعادة ربطهم بثقافة الجمال والألوان والحياة. فكما يقال، الجمال وحده سينقذ العالم. أهم الأهداف إنه شلون نخرج
هذه الفئة العمرية أو الأطفال من دائرة الحرب والقتل والتهميش والحرمان إلى دائرة الجمال والإنتاج الفني. الطفل هو شريحة، هو أحد الشرائح المهمة بالمجتمع التي تحتاج العناية والاهتمام من قبل المنظمات الاجتماعية والدولية والمؤسسات الحكومية، ومن ضمنها ما قامت به مؤسسة الغدير باحتضان الطفولة في الدورة الثالثة لمرسم الغدير التي تقوم به باحتضان الأطفال. أطفال العراق يرسمون في هذه الحديقة تصوراتهم عن عالمهم المضطرب الذي أسسته الحرب. هذا المهرجان كلش حلو، واليوم رسمت هاي البزونة وصارت حلوة. من رماد الحرب تصنع الحياة جناحيها لتحلق في فضاءات الألوان والسلام. مشاهدين الآن جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. ختاماً مشاهدينا، لم يتبقى سوى تذكيركم بأبرز العناوين. الرئاسي يعزل الثلثي من منصبه. السيادة الوطنية ترحب بإعلان تونس. الشفافية الدولية، فساد الحكومات يطيل عمر داعش. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.